ابو عبد الله. يا اهلا بالجميع. موضوعنا عن الغضب، بس احنا ترى دخلنا برضو في شيء مهم، دخلنا حتى التغذيه لها علاقه في الغضب. فتجربتك انت بحكم انك لاعب، كنت مع، انا ما اعتقد ابو عبد الله ما كان يغضب اعتقد في الملعب، لكن اتوقع انك كنت تغضب انت. هل هذا الكلام صحيح ابو عبد الله؟ الحين دكتور خالد ارسل لي رساله وانا جاي. ايه. ويقول ترى موضوعنا عن الغضب. ايوه. يعني كانك تاخرت يا عادل. لا لا. والله ما ادري الدكتور ترى عنده طلعات. هذه من اسباب الغضب الفهم الخاطئ. لازم يكون عندك فهم صحيح للكلام واحسان الظن. شوف اساءة الظن والتفسير الصحيح. انا ابغاك تحضر نفسك وانت في الطريق، يعني تهيئ نفسك. انت على طول كذا دخلت، الله يهديك يا ابو عبد الله، ومع ذلك الله يسامحك. جزاك الله. هذا عن الغضب. حلو. جزاك الله. عطنا يا ابو عبد الله. لا حقيقة انا عندي خبر عن الموضوع من الاسبوع الماضي. احسنت. يعني ما لك منه يعني قلت لي. لا بالعكس انت خيرك سابق دائما دكتور. اللهم صل وسلم على محمد. انا حقيقه خطبت اليوم جمعه عن نفس الموضوع. ما شاء الله. قلت ما دام الموضوع عن الغضب خليني احضر شوي. وانت حضرت فيه يعني؟ احضرت. طيب جزاك الله خير، هذا من الاستثمار ما شاء الله. ايش تبي الله يحفظك. جزاكم الله خير. وان كنت يعني دائما استفيد من هالمجلس سماعا اكثر مما استفيد حديثا. قصة عبد أشج عبد قيس تعرفونها، يعني مشهورة، قصة مشهورة. لكن بداية القصة مع التحضير اليوم أول مرة انتبه لها، أن وفد عبد قيس أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مشتاقين لمقابلته، فأتوا وقابلوه بسرعة. دمهم جايين من السفر، عليهم أثر السفر، الملابس والرائحة، رائحة الإنسان إذا جاء من سفر مو زي الإنسان اللي متروش ومطيب، يختلف. صحيح. فلشوقهم للنبي عليه الصلاة والسلام استعجلوا المقابلة. أما أحدهم وهو الأشج فراح وأرخى عنان الإبل وتروش وتطيب وانتبه لل الرواحل حقت قومه، ثم أتى بعدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حسن الثياب حسن الرائحة قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. والحلم اللي هي عدم الغضب وعدم الإضرار بالآخرين. وطبعا هذه تكون الصفات، عموما الصفات في الإنسان كما تعلمون قد تكون فطرية، يعني قد يكون ورثها من آبائه وأجداده. والله هذا إنسان حار، هذا إنسان بارد، هذا إنسان شجاع، هذا يعني إلى آخره. وقد تكون مكتسبة، يكتسبها الإنسان بالتعلم والتدرب والتفكر والتجارب في الحياة. بعض الناس يعني من خلال التجارب يغير سلوكه. صحيح. أنا أذكر واحد من الشباب كان يقول إني إذا وقفت عند إشارة أدور أتحارش بخلق الله، لو واحد دق البوري فتحت الباب ونزلت طاقنا وياه. يقول وبعدين شفت سبحان الله يعني هواشة أو مضاربة بسبب يعني تافه، واحد جاي من شارع ضيق والثاني جاي بنفس الشارع وذا يكبس الذا وكل واحد يقول للثاني يرجع ولا أحد رجع، ثم نزلوا يا فلان يا، ثم صار سب ثم صار شتم ثم واحد طعن الثاني وقتله. فيقول بعد ما شفت هالموقف وبكاء القاتل وانه صار يبكي ويقول يعني لحظة غضب ما مسكت نفسي، يقول الآن والله وقف عند الإشارة واحد يعطيني كف فبقول جزاك الله خير. أحسنت. فتعلم هذا الدرس انه يضبط أعصابه. جيد. جميل. يعني هذه مقدمة. جزاك الله خير يا دكتور. ما شاء الله أبو عبد الله، مقدمة جميلة جدا. برجع للدكتور شود الشقراوي، لأن طبعا موضوع الغذاء يعني أنا أعتقد بحر، والإشكاليات اللي تحصل الآن في أشياء كثيرة في قضية التأخر في الليل والوجبات المتأخرة.